ومن بغداد ينضم إلينا عادل المانع الكاتب والمحلل السياسي. سيد عادل، كيف تقرأ المشهد المقبل، لا سيما بعد امتداد المظاهرات إلى بغداد؟ بدل تحياتي لك وللمشاهدين الأعزاء. أنا أتصور أنه المشهد في تصاعد مستمر منذ أن بدأت التظاهرات في البصرة. اليوم لا نستطيع أن نطلق عليها اسم تظاهرة بقدر ما أنه هي غضبة شعبية ونقمة شعبية من الأداء الحكومي واحد، ومن تردي الخدمات ثانيا، ومن عدم حقيقة بلوغ الشعب العراقي إلى مستوى الكرامة العالية. ولهذا يوم ليلة أمس يوم الجمعة التظاهرات وكأنها يراد لها أن تقمع لمطبعين يعبرون عن رأيهم، وكأنه هذا أزعج الصعوبات، فبالتالي قامت بضرب القلم للجموع وبخراطيم الجميع. هذا اللون من التصرف حقيقة تجاه شعب أعزل. أنا أتصور أنه الله قد يزيد من الغضب، لا بس قد طيب يكون الحكومة عرضت إصلاحات ووظائف، لكن ذلك لم يوقف المظاهرات. ما السبب من وجهة نظركم؟ لا، هذه ما قدمته الحكومة لغاية هذه اللحظة، وخصوصا إلى البصرة اللي هي تخفيض 10,000 درجة وظيفية وإطلاق 3.5 مليار دينار عراقي. هذا الأمر حقيقة أولا الأمر معيب، ثانيا أنه الحكومة ليس لديها من الصلاحيات ما يمكنها من أن تطبق هذه إطلاق 10,000 درجة وظيفية. نتحدث عن مليارات الدنانير، بمعنى أنه ليس لها غطاء مالي في الأموال العراقية. من أين جاءت الأموال؟ حصة البصرة على وجه التحديد هي وغيرها من المحافظات المنتجة للنفط، بصرة، ذقار، ميسان، أي العمارة، لم تصرف حصتها من البترودولار المتفق عليه داخل مجلس النواب العراقي بتشريع واحد وبإقرار الموازنة اثنين لمدة 3 سنوات لم تصرف. اليوم تجي الحكومة تتحدث عن أنها تطلق يدها في العطاء وكأنها سخية. لا، هذه أتصور أنه هي واحدة من ألاعيب الحكومات لاحتواء الأزمات تعالش. نعم، شكرا للكاتب والمحلل السياسي عادل المانع.